السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وراكسن خيارتنا داونا إساء إيد الكيم با ملكستو الجوكتان كسو دوادا برنامج كيني قلب نمو مانتا أو خميسة تاريخ دو اي تاي كودة بيشة أغسطو سنة كالباكون إيو أفريا لباتن قضبو مهيما يان برنامج كيدي كوكسو قد بن دونا حالات دا قبل كبريغا دحي أو عركا قشي إسرائيل أو مركلة شاكتيسا عدكور إني دلين تليه القسام محمد ضيف حسيو كلي برامج كان يديكو وهي هي أدى سردون كقودها إسرائيل أو شيكتي إن أي سئادة إلى لندوران رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يقو شيكي إن أن لو أقولان دونين ميلان هين قدت كرولك هوستيسة إن لغو قريو مركا أو كقيب غليو كرامو إيو وحيابها اللميتكا هذا حالات إسرائيل أول والفرب بدني أنا أكتشره. سو كل برامج هو حنيدي كوجس وجود بين دونا. إيران أو مانتا لوجس ميجي برورديب لوجنا الدكدي صلاة الجنازة إسماعيل هنية. يدو آية الله وعدكم رأي إن يأرجون دوران. هذا أمريكا أيا وحو وذا دلاله وكذا البر يو قطر إن ورقد أي وجود بسو إيران يو حزب الله. si xaaladda aan irka loogeyn gobolkana uu shar u noqon mid dhig fara badan uu ku taato hadaba qodobadaasi iyo wixii kale oo soo kordha inta aan barnaamijka ku jirno ayaan idin la wadaagi doonaa hadaba waxa la leeyahay shirkadihii ugu waaweynaa diyaaradaha Mareykanka waxay joojiyeen inay duulimaad ku tagaan Israa'iil iyadoo laga baqayo Israa'iil in marka weerar lagu qaado dhinacyo kala duwan haday tahay إيران حزب الله حوثيينتا كوا عراق يوم ملكستا إن مركا هادا أي تهي ماشا أي دونيا نماتود إن أي وير القادان سي أي مركا واركودان إسماعيل هنية هادبا ورقيس كاليرادو الشرق الأوسط إي كسو بحامك على دا لندن أي وحو قري وربحن أو كاقهد ليوشي كدن ورقيس كوحو يري شركة هاد ياردها واوين مريكن كأي جوجيي سفردي أي كتغيين إسرائيل هذا شركة وين United Airlines هي شركة لرادو Delta Airlines وده كم رأيك كل جلي هاي يا لبضو بواحد كده واقعين إنه يجوزين يان دوريمات كي أي كده جيين إسرائيل سيدو كلا نك كلا شركة ديار ذها British Airways لجلي هاي وده كا بريطن يا يدنا مانتا يدنا واحد شركتي إن أي يجوزين يسو safarada ay ku tagayso Israa'iil sida lagu soo qoray wakaaladda wararka ee dhinaca Jarmalka hadaba halku waa u jeedaa wuxuu maraya meeshii ugu halista badnay dibaki Iraaniinta ahaa waa lagu dhagan yahay waxa la leeyahay sheekadan armaad la kuleeyeen iyaguna waxay rabaan inay iska mayraan sheekadaas maanta waxay soo amba bixiyeen meedkii way ku soo dukadeen way soo baroordiiqeen diyaarada la soo saaray Britain waxa la geynayaa Doha hadii Alla idmo jimcaha salaada kadib waxa lagu la dukanayaa masjidka leeyahay Muhammad bin Abdul Wahhab ee ku yaala bartamaha magaalada Doha kadibna waa la aasi doonaa markii la aaso kadib ayaa Iran waxay tiri jawaabta way arki doonaan marka xaaladu halkaas ay maray marka waxa la leeyahay dadka khubarada hadii Iran أي أريتن سي رسمية أما سي دبا إيسان أغفل علين أي هذا اللي قلت له ومركا حرير كحماس يوحا لن يوحو مانا يا إيران إني نكا شرقوشي أي صوب حيس سي أي مركا إستقام إيران أريتاس ويكو قسبيهين اللي هاي إني وير الرحنون بدن إيران أي كو قادو إسرائيل هدوا أريتها دين عدنا مريكا كسوفر قلين دورا قبل كشي كديشو إركا أي قلي دون تا هذا شيكوين عجيبة أيام نصوص عدا إسرائيل ومركز شيكتيني دلين القسام نكي أسري هذا حماس أرتها محيكة جوابتي ينوان إذن هيا يغض بكلة بلس مركز وحنقلنا مريكن كا حالات دو حور ربائن ودتشيو قبلك وحو أركا شيكدنو هداي مر إيران ويرقادو أولادي إذا قابان إن قبلك وردن ونغونا يوم يلدقال مركي ومرك وحو سوق الله الله يا عربت وحليه هاي إذ إذا كجف طحن ملة قبل كان هدي وحكة قرحان
أديك وهوايدين لما راح هذا مجرد وإيش هو لك اللي تجا دجها الله يسك جراعة مدفع ويفتاء يجنتال ويفتاء بضم وايد كل عدورة إيه أريتهم وحكة قبط هذا بمرك على دي توسو وربحنتي وجود بس شيء كذا الجزيرة كغرتي تلفيشي كسي إن إن وضد كمريكا كأي جورد وحوش شيء جاي إن وزير كريمان دبده أمريكا كأنتونيو بلينكن وقعد صدي ديجي سو وضد كاسي قدر إن مركا ورقد لوجود بيو إيران يحسب الله سمركا حالة لودجيو هذا مركا وربحنتي وسي سعته وحليه جاي شبكة CNN وضد كمريكا كأي وحليه جاي وزير كريمان دبده أمريكا كأنتونيو بلينكن إنه مركا كذا البضيع زر وزارها أنا وزير كريمان دبده قدر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن مركا ورقد مريكا كسعته لوديبو إيران يحسب الله هذا شبكة وحليه جاي بلينكن وحا وكعد صدي إن أريتن لدتشيو أو قدرنا أي كشقيسو سدي حالد وأي سفرة وقبيح لهاي أريتنا يا كتب بيسك تمركي طهران لجد لي إسماعيل هنية حسب الله هنا لجد لي أبان دوده ذا فؤاد شكري حالد وهالكاسي مري قدرة وحلي هاي ورقدا إيران يا حسب الله وجي حالد هل لدتشيو هديك ل هدينا كشقين عربي هاي هوشن وحماشا قد عوال كان تقال لي عربتي لقاها اتاق والي يابي وحلا سمي لما يقالوا قدر ما اقبالي دونتا محي سمين دونتا لما يقالوا مريكا وحولي يا حي صدي يان لو قدري انت هل تشوجي هل قفك ليان انت هد لكن قبل كوردنا وذي ديق نقن دورا انك وكو قصبنا انا اسرائيل دفاعنا انا وحول بنكتك قلنا وحي كهري ماذا انك انا وحي الربان شيء كذا وحماشا قد عاية ويا بسا قلب كاس إسقنا هل كاس كجود بينا وحنوصل صعود الشركة كوسا بسن إسرائيل أو معناتها دنا شركتي إن يدلين نكل يرادو محمد الضيف تليها إذا مضى كتائب القصام قرب كمل تريجا حماس لكن مركم وحنقلينا أما كير زوزارها إسرائيل أي لويم نكأرنج ما إسماعيل هني اللوغة أرقودي دونو نتنياهو ويتاقيهن حماس عبسية جرتا خلخل بضرا يميد نكي ريز وزاريه وحواي هاي أذيه سردون كعمر ريكو سرروغين عفيس كيس مدقاتشين كرتان ميل أين اللوغين مجين كرتان ميل أن قد أهين داد مكوك أبلي كرو أبلي أبد وضيه مركا إسكيسا مركا وليس حبسي وقلي هذا مركا عارضي تسو شاكا عجيبة والجزيرة ايكا قرتي وركن كنالك إسرائيل لقالي يا هاي جانا لدى إسرائيل تلفزيون دا ايا وحي كاضي هاي أدى قدها سردون كإسرائيل لنادو الشباك ايا وحا اي سميسي إن اي شاكتي إن اي سوركتي أمرا عصب وكوسا أبسن أمان كريز الوزارة بنيمين نتنياهو كنالك اللبي يتبنى إسرائيل وحولي هاي الشباك هاي أدى للي هاي سردون كقدها waxay soo saartay amarro ay marka ku amrayso hay'adaha amaanka raisul wasaaraha Israa'il amaankiisa in marka uusan ka qayb gali karin meel ay sad iyagu ogeyn halka meelka meeshaas uu ku sugan yahayna meel aan lahayn meel lagu dhunto oo darbiya adag oo dhulka hoostiisa ah inaynu marka uusan tagi karin hadaba madaxa hay'adda shabaak liraado sirdoonka gudaha nikelila aw az wuxuu sheegay inuu helo waaye kohor ogolaashiyihiisa in la helo ila meesha uu aadayo raisul wasaaraha inuu san meelna aadi karin iyadoo hay'adda sirdoonku aysan marka ay ka warheyn niki Netanyahu asaguna xaalkiisa halkaas u mara sheeku waa wareertay nikaana meel god u dhow haloo raadiya la leeyahay marka xaaladda bariga dhexe ma maqli jirtay hebel xaaladiisu waa bariga dhexe hadda barigii dhexe ayaa wuxuu noqday bariga dhexe uu noqday marka hadda waxa leenahay xaaladda bariga dhexe waa bariga dhexe waa meeshii ugu xumeeday maraysa cabsida gariirka waxa meesha ka socda maxaa dhici doona maxaa la isku meesha la isku ridi doona sidee arinta loo qaboojin doona hadaba Ilaahay ayaa yaqaana qodobka ugu dambeeyay barnaamijka ayaan idin hayaa laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii Israa'il ay tiri waxaan dilnay Maxamed Dayif weerar ay ku qaaday Khan Yunis
oo dad fara badan ilaa 400 qof ay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay xaalku uu markaa noqday meel dhig badan uu ku daatay hadaba xilligaas xamaas waxay sheegtay inaanay jirin wax ay Israa'iil sheegayso oo meeshana aanu ku sugnayn maxamed dayf ay dad rayda iska laysay markaa xamaas way beenisay Israa'iil markaa sibay uga yara laabatay arintaas ma sii qaad qaadin oo warbaahintu way ka gaabsadeen markii warkay uu sii socon waayay natiijadiisa iyo xaqiijintiisa warkii markaa sidii uu ku damay laba wiil ka hor ahay hadda markaa maxaa soo kordhay maanta saacad ka hor ayay Israa'iil ciidankeedu waxay leeyihiin ila sirdoon ayaa noo xaqiijinaya maalinta weerarka inuu qaadnay dadkii meesha ku dhintay inuu ku jiray maxamed dayf hadaba marka maxamed dayf horey u sheegtay xamaas inay arintaasu been tahay dilkuna ma aha mid maanta dhacay kii maalinkii ka hadlayeen laba wiil ka hor marka sidee la isu waafajin karaa wixii marka falanqeeyaashu ay ka yiraahdeen waa idiin man doonaa laakiin markan wixii laga qoray ayaan idin la wadaagayaa aljaziira waxay leedahay ciidanka israa'iil waxay sheegeen inay dileen maxamed dayf oo markaa isagu ka tirsanaa alqasaam hoggaamiyaheeda ahaa xamaasna hore ayay arintaa uga hadashay oo ay u beenisay haddaba ciidamada israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa inay si rasmiya u sheegeen inay dileen hoggaamiyihii guutada kataa'ibul qasaam maxamed dayf weerar dhinaca cirka ah oo 27 tuur ay ku qaadeen khan yuunis oo ku taala koonfurta magaalada gaza haddaba hoggaamiyaha ka tirsan xamaas ayaa waxaa la sheegayaa in dilkiisa horay ay u beeniyeen xamaas oo ay sheegeen inaanu waxba ka jirin haddaba lama yaqaano hadda waxa ay xamaas mar kale ka dhihi doonto waayahay sheekadan marka maanta waa naloo xaqiijiyey leeyihi maalintaas weerarkii aan qaadnay oo ninkaa ku weerarnay inuu dhintay hadda maanta ila sirdoon ahelna leedahay israa'iiliyiintu leeyihiin xamaasna maalintaas maxay tiri wax ka jira ma jiraan taliyaha qasaam hawshiisu wataa hawshaas halkaasay marka ku nuusneen hadda marka aan idinla hadlayo xamaas jawaab kale weli arrintaa kama soo saarin laakiin falanqeeyaashu waxay leeyihiin sheekadanu waxa waaye weerar dhinaca maskaxda ah oo lagu qaadayo alqasaam iyo falastiiniyiinta iyo xamaas kulligood in la niyad jabiyo ayaa la rabaa laleeyahay sababtu maxay tahay madaxii xafiiska siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya waa la dilay shalay haddana maanta waxay leeyihiin waxaan dilnay kii milatariga ugu sarreeyey ee kataa'ibul qasaam marka macnaheeda labadii nin ee ugu sarreysay xamaas waa dilnay ninkii siyaasadda iyo ninkii milatariga ka wadaan laakiin tan way diidan yihiin falanqeeyaashu waxay leeyihiin waa ciyaar siyaasadeed oo maskaxda ay dadka ku wareerinayaan horay arrintan u dhacday laba wiil ka hor xamaas way beenisay iyaguna way ka gaabsadeen sababta maanta soo celinaysa marka waxaa leeyahay inay kaga faa'iidaystaan baroordiiqda iyo niyadjabka ku jira falastiiniyiinta maadaama hoggaamiyoodii la dilay in haddana hoggaamiyo kalaa laydinka dilay la yidhaahdo oo markaa ay niyad jabiyaan ayay doonayaan ayaa la leeyahay qodobkaasaa ugu dambeeyey barnaamijkeenii galabnimo barnaamijyada laagareeya oo sheergareeya meel kasto aad nagala socotaan asxaabay sidoo kale barnaamijka haddaad ku cusubtaan subscribe saar youtube-ka facebookana follow garay ku xirnow barnaamijyadeenna xaqiiqda ku salaysan inta aan mar kale kulmayno haddii aan la idmo iyo barnaamijkeenna kale nabadgelyo.